فين؟ اشكرك خير المعلومات وجود حادث. بالنسبة لمفارزنا مستمرة بتنظيم حركة السير والمرور داخل المدينة بالتقاطعات الرئيسية والشوارع الرئيسية. كذلك عدنا تعزيز من مقر الدائرة يومية صباحا يطلعون ينظمون سير لتخفيف الزخم بالنسبة للجامعة. محاسبة على ماذا تكون؟ بالنسبة لمحاسبتنا للسواق المخالفين وفق قانون رقم 8 لسنة 2019 اللي ينص على المخالفات عدم امتثال الإشارة الضوئية وإشارة رجل المرور، قيادة المركبة بسرعة شديدة تزيد عن السرعة المقررة، كذلك وضع الستائر والتظليل وعدم حمل إجازة السوق، كذلك عدم ربط حزام الأمان واستخدام الموبايل وعدم توفر شروط المتانة والأمان. كل هاي نص عليها قانون رقم 8 لسنة 2019. مفارزكم منتشرة في عموم نينوى؟ نعم، مفارزنا منتشرة حاليا بالشوارع الرئيسية والتقاطعات. بالنسبة للدراجات؟ دراجات أيضا وفق التعليمات والبيانات الصادرة من المدير المرور العامة من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 6 المغرب مساءً.